call me a god. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. اليوم كان الفيديو عن نزلنا لكم فيديو في جليتش، فلا تنسوا انكم تتابعونا في قناتنا في اليوتيوب وتحاولوا توصلوني ل نيران جديدة. حاولوا انكم توصلوني ل 250 سيف ترافلز متابع. هدف ما انه صعب كثير عليكم، ف قوموا بالواجب ووصلوا لهذا الرقم. اذا اليوم الفكرة اني اشتري هذا واشوف اذا في حد شيء من الاسلحة اللي اقدر اصنعها. ضابط فاسد من الحملة، هل هو الشخص اللي بيبيع؟ يعني المخطط المذكور زمزم ليفل 2. اوكي، الحين نرجع لمكاننا ونقوم ببناء الأسلحة اللي الأقوى من الأسلحة اللي عندنا ونقربهن. اللي كنت أقول به إنه ما عندي لوح المباني، عندي أربعة أحتاج لستة. بنشوف في عامل التكرير. اللي كنت أقوله إنك إنه الأسلحة الأسلحة الموجودة في اللعبة كم واحدة بتسوي؟ اوكي، الاسلحه الموجوده في اللعبه ما شرط تمشي على الدامج، لانه البف اهم من الدامج. في مثلا هناك اللي شفنا، لو ننتظر هذا لحد ما يخلص نروح نشوف من هنا. على سبيل المثال لو تشوف مثلا الديمي او الكلفرين، الكلفرين اسهل. لو تسوي الكلفرين هذا صح انه 1100 وهذا 800، لكن لو تشوف الضرر هذا في الكريتيكال دامج، الكريتيكال هيت يعطيك 150 فقط، بينما هنا في الكريتيكال هيت يعطيك 225، فهذا بحد ذاته حاجة كبيرة. الاختراق يعطيك 165، فهناك ما في اختراق. ف انت تشوف لو الاختراق 165 زائد الضربة العادية اللي هي 825، فهذه وحدها كم بتوصل لك؟ قريب الألف. نفس الشيء هنا عندك الإضافة 20% من الضرر، وعندك 50% هنا، كل هذه راح تزيد يعني. فالبازلسك هذا اللي الحين خذيناه نقدر نصنعه ونقدر نستخدمه وتكون قوة سفينتنا أقوى. خذينا بعد النار البحرية ونريد نقربها، هذه هي، بس ما عندنا الريشة، فكل هذا بنقربه في قادم الأيام. أما اليوم اللي بنسويه بنحاول نخلص المهام مع رحمة ونحاول نطور فهنا البازلسك 82. أتوقع أني أقدر أصنعه. الحين استخدمه، ما اتوقع اني استخدم البازلسك. هذا الزمزمة ما عندي الالواح، ومدفع ديمي الاغراق اقدر اشتريه من البالكابوتا بس بسعر نسوي هذا نشوف نشوف من هنا مثلا المنجنيق اللي عندي اقوى. طبعا عندنا السفاح الطويل، مكونات مفقودة، شائع، فالافضل انك تشتري المحسن. مطاردو سكيرلوك سلاح طويل، او ليش اريد هذا؟ ليش ما هذا؟ بنشوف. اوف
I wouldn't want to be your enemy. كيف أخذ التفضيل عنه؟ أنا نشوف هنا النار أظن اللي أقدر أسويها، بس ما عندي، أو المرقام ما عندي الريشة، والنار ما عندي ريشة. الريشة مهمة، لذلك نروح للبحر ونخلص المهام ونشوف الوقت التقارب بيكون في وقت آخر. اليوم بنحاول إنه هذا، وش هذا السلاح اسمه؟ ريدوس كيرلوك ليفل قوته 60. الأمام سلاح طويل، مدفع الديمين للجانب الأيسر، مدفع الديمين للجانب الأيمن. زمزم 82 أفضل مطاردو، نقرب لأن الضرر أعلى، والأسلحة البديلة ما عندنا إلا مدفع الهاون. المهم نفس الشيء إنه يكون عندنا الشحنة. في عندنا وجبات كثيرة، ما عندنا قنابل، فالأفضل نصنع البومبس من هنا ونصنع أكبر كمية من القذائف المدفعية. ألف وثلاثمية قذيفة صنعنا، فأتوقع أنهم كافية. نرجع للبحر ونحاول ان نخلص المهام. طبعا مثل ما قلت قبل شوي ان المردود من مردود السبسكرايبرز، عدد السبسكرايبرز من المقطع اليوم نزلته صراحة ما مقنع ابدا. انا تحديتكم وخليتكم انكم توصلوني لل 450 سبسكرايبر على الاقل، لانه جلتش ومقاطع الجلتش المفروض انها توصل ارقام كبيره، بس لحد الحين ما قاعد اشوف المردود اللي متوقع له. فهمتكم يا شباب وضغطوا على زر سبسكرايب. خبروا اصحابكم اذا كنتوا تلعبوا مع اصحابي لعبوا نفس اللعبه، خبروهم انهم يتابعوا نفس القناه وراح تستفيدوا منها. اكد لكم هذا الشيء راح يكون اول باول لما ينزل سيزن. مثل هذه المعلومة اللي أمس شيرتها يمكن تكون موجودة من قبل، اللي هي إن بعد 5 أيام بيبدأ سيزن 1، لأنه كل مواقعهم ما جالسين يتكلموا متى بيكون اليوم الأول من السيزن، بس شفناها مع بعض في واحدة من الأشياء اللي بتستوي لها ريست على بداية السيزن الجديد، مكتوب 6 أيام الوضع يكون باقي 5 أيام. فهذه هي الحاجات اللي نستكشفها مع بعض. إذا تتابعونا نروح هنا المهمة اللي متابعينها. بعدين نسوي رشاوي نادرة، هي تعطيني 900 واحنا اوريدي بقيت لنا 6000 من ان نوصل للزعماء. اوكي لازم ننهب، فخلنا اول شيء نبيع نستفيد منهم، وبعد ذلك ما نقدر نستفيد منهم، كل حاجه اشتريها رخيصه. فنسوي نهب. ونسيطر عليهم. We are
أضرب الثاني. قدرناه ولا بعد؟ حلو نشوف ايش بيسوي. هذا الأخيرة confirmed the Orangkaya sold their loyalties to the colonizers. I think that silver and fancy trinkets would be enough to betray one's people. اسمح لاصحابهم بس Yes, Captain, as you wish. First prisoner, hands off. Hook, line, and
كل اللوت. اتوقع يبقى لنا ون ويف مره ثانيه. واحد زيادة. انطلق. رجلي في الفري وصلنا. سأحاول ليش عشرين يعطينا هذا اللي بدهم كم. مرة ثانية يعطوا دعوة جديدة واتوقع هذا آخر ليل. ننتظر بحق طريقة. عطنا 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 اريد اضرب العودة. الجزيرة. إصابة موفقة بالليفل
اكتملت عملية النهب. الحين الهولنديين غاضبين منا، وأتوقع سوف أكثر تجي تحاربنا. بس هنشي خلص على حياد. ما أعرف إيش هذا الأحمر.